الحين نروح مباشرة لمشاري الرشيد. مشاري معك أحد ولا لحالك؟ أكيد معي يا عمار العبيد. حياك الله يا عمار. الله يحييك. كيف أحوالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله يا أخي. أنا ما أدري، أنا أشوفك اليوم إنسان هادي ومجهز وضعك وتشوف المتسابقين ومتجهز مرة. مستعد حلقة اليوم؟ إيه إن شاء الله مستعد بالكامل. بإذن الله. عمار قول لي، كيف تشوف لجنة التحكيم؟ إيش تقييمهم؟ أكثر شيء يركزون عليه في أداء المتسابق؟ أشوف إنه يركزون على التجويد أكثر شيء، والقراءة يعني بعدها على طول. وكيف التجويد معك والقراءة؟ ضبطها اليوم؟ إن شاء الله ضبطها بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. جاهز لوقوفك أمام اللجنة اليوم؟ إيه جاهز. بإذن الله. عمار، الساحة القرآنية بين يديك. ودنت سنابل خيره أملا. اسمي عمار بن عبيد بن عبد العزيز العبيد، أحفظ من القرآن 20 جزءا ولله الحمد. جئت لأشارك في برنامج سنابل المدينة لأنافس ولأصل لمراكز أفضل. شاركت في مسابقات خاصة بالجمعية، لكن هذه أول مشاركة في برنامج. أنا الآن انتقلت إلى المرحلة القادمة، وبإذن الله سأتدرب وأصبح أقوى للمراحل التي بعدها بإذن الله. أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون أصعب لأنها مرحلة متقدمة من المسابقة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. كتاب للهدى نزلا، أقام القول والعمل، تجلى نوره ودنت سنابل خيره أملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه،
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أهلا وسهلا، يا مرحبا، أهلا بعمار. عمار قلت له أنت عمار العبيد؟ قال لا. ليش؟ عمار إيش؟ العبيد. ها؟ العبيد. العبيد، أنا قلت العبيد وهو قال العبيد، وش الفرق يا شيخ أحمد؟ ما فخمت الباء في العبيد. ها؟ لا لا، يمكن مسألة يمكن ياء مادية وياء لينة. إيه. وفي فرق يا شيخ يوسف؟ لا بس يمكن هذه لهجات. لهجة لهجة من وين؟ تجويدية. نقصين والله ونعم، عشان كذا العبيد. إيه عرف. إيه الحين عرفت السر، خلاص أمور تمام إن شاء الله. طيب. شيخ صابر معك عمار العبيد. الله يحفظك يا عمار ويبارك فيك يا ولدي، ما شاء الله قراءتك واثقة وقراءة حريصة على أحكام التجويد، مدودك إلى حد كبير منضبطة والقراءة كلها متزنة يا شيخ عمار ما شاء الله تبارك الله. يعني في مثل سنة قراءتك زي قراءة المسابقات الكبيرة، مسابقة خادم الحرمين، مسابقة الملك عبد العزيز، هذه المسابقات الكبيرة. يمكن شوية النفس أحيانا كان يضغط شوية، بعض الآيات يمكن ما هي آيات قصيرة تحتاج إلى وقف. الهمس أحيانا كان يزيد، وآتاكم من كل ما سألتموه تخرج، وآتاكم من كل ما سألتموه تخرج، زيادة في همس التاء شوي. لكن والله يا شيخ عمار قراءتك جميلة ورائعة ومريحة جدا، الله يفتح عليك وينفع بك يا ولدي. آمين. شكرا شيخ صابر. شيخ يوسف تعليقك. ما شاء الله عليك يا عمار، جمال تلاوتك في هدوءك والاسترسال في القراءة. يمكنك استعجلت شوي، أسرعت، كأنك أسرعت، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، استعجلت فيها شوي، ما أدري إيش اللي خلاك، يمكن عشان نفس عشان تلحق عليها، لكنها ممتازة ما شاء الله. بعض الملحوظات هي طبعا لما عندما نقول ملحوظات مو معنى ذلك أن قراءتك صحيحة وفيها خطأ، لا، إحنا هنا كمحكمين نحكم ونطور من قراءتك، والمشاهد أيضا يستفيد من الملحوظات. بسم الله الرحمن، ميب بسم الله الرحمن، لا بسم الله الرحمن. كذلك سرا، شوف الراء، ما تقول سرا وعلانية، سرا وعلان، لا سرا سرا، خل التفخيم يمتلئ الفم أو الجوف الفم بنطق الراء، ما تصير فيها يعني كتم مثل ما تفعل. أيضا الهمزة في من كل ما سألتموه، الهمزة كانت ضعيفة شوي، كأنك تقول سألتموه، لا خلها سألتموه. السلام. هذه طبعا ملحوظة. شكرا شيخ يوسف. شيخ أحمد. عمار ما شاء الله صوت صافي وأداء متمكن، هدوء، ثقة، تجويد متقن، توازن. المشايخ نبهوا على همس التاء، تنتبه إلى همس التاء. أنت متعلم التجويد على من؟ من اللي علمك التجويد؟ أستاذي في التحفيظ. شو اسمه؟ التحفيظ في الحلقة. الشيخ عبد الرحمن الزايدي. ما شاء الله. الشيخ عبد الرحمن الدكتور. ما شاء الله. دكتور أستاذ دكتور في القراءات، إيه وكان معنا في لجنة التحكيم السنة الماضية الموسم الأول. الأحرف عنده صافية يا عبد الله، ما شاء الله تبارك الله، هنيئا لك يا عمار. ما شاء الله تبارك الله. طيب الشيخ عمار الأمور تمام إن شاء الله، سمعنا ملاحظات ونشوف يا عمار. إن ما حصل نصيب أهم شيء لا تزعل، الأمور طيبة أكيد. الوالد والوالدة يتابعونا. طيب نشوف دقيقة الاختيار مع عمار. شو حاب تقول الوالد والوالدة؟ إن تأهلنا خير وبركة، وما تأهلنا خير وبركة بعد. أيه. صح؟ اي طبعا مسابقات القرآن. ما اسمع. مسابقات القرآن ما فيها خسارة. يا سلام يا سلام، كلام كبير يا عمار. ما فيها خسارة. في أي صف؟ أول متوسط. أول متوسط. حافظ 20 جزء ما شاء الله؟ ايه. الله يوفقك. حفظت وين، في القصيم ولا في المدينة؟ المدينة. تحب المدينة ولا قصيم؟ كلهم. كلهم؟ إيه؟ ها؟ إيه؟ عينين في راس. إيه؟ المدينة العين اليمنى. إيه؟ صح؟ إيه؟ كويس. طيب تمام. باقي 15 ثانية يا عمار العبيد، عشان ما تزعل لازم أتعود أنا على النطق هذا، والله عاجبني صراحة. باقي 5 ثواني. أوه. جات إضاءتين خضراء يا عمار ما شاء الله تبارك الله. توقعت؟ صدق توقعت؟ والله؟ ليش واثق من نفسك؟ ها؟
توقعت يعني الشيخ صابر والشيخ احمد هم اللي يعطون؟ لا بس توقعت انه يجين اثنين اخت. اثنين؟ ايه. اه ما شاء الله، طيب الحين الخيار او الاختيار بالاصح عندك. اها حيروك صح؟ طيب شوف الشيخ صابر والشيخ احمد العبيدي. الشيخ صابر لابس شماغ احمر، الشيخ احمد العبيدي لابس غتره بيضة، بس انت لابس شماغ ابيض. اكيد الوالد كان عنده توصيه، قال اذا في حال انه اعطاك مقترح صح؟ لا ما اعطاك مقترح ولا الوالده؟ الوالد. طيب ما شاء الله ثقه فيه. شوف انت يثقون في اختياره ما شاء الله عمار، بدون ما تزعل احد. اختار الشيخ صابر. تختار مين؟ الشيخ صابر. الشيخ صابر، الف مبارك يا شيخ صابر، انضمام عمار العبيدي الى فريقك. مكسب لنا يا عمار ما شاء الله. طيب الحبيب انت ما انت جالس مكان الشيخ صابر، هناك مكان الشيخ يوسف عبد الرحمن الحربي، وتجلس في مكان الخاص بالشيخ صابر. عمار العبيد هو الثاني المتأهلين والمختارين في حلقة الليلة.